يعطيكم العافية يا شباب. إن شاء الله اليوم محاضرتنا بتكون على الساعة 1. بلشنا في المحاضرة السابقة، بدلنا بوحدة جديدة هي معالج النصوص باستخدام مايكروسوفت وورد اللي هو الأوفيس 2007. البداية تكلمنا كيف ما هو استخدامات الوورد، تكلمنا عن كيفية التعامل مع برنامج مايكروسوفت وورد، هو بيتعامل مع مستند دوكيومنتيشن وركينج وذ دوكيومنتيشن، كيف نفتح الوورد، كيف أخذنا المحاضرة السابقة تكلمنا عن الانترفيس كامل، واجهات، شريط العنوان، شريط الأدوات اللي هي أول ما تفتح برنامج الوورد اللي هي الشاشات اللي بتطلع عندك كاملة. تكلمنا عنهم بالتفصيل، بالإضافة إلى تكلمنا أيضا على كيف نعمل على إغلاق البرنامج وورد، كيف نفتح برنامج الوورد. بعد ذلك بلشنا في عملية فتح مستند، كيف ننشئ مستند لأول مرة وكيفية اختياره، بالإضافة إلى كيف نغلق هذا المستند، كيف نخزن هذا المستند. لما ننشئ مستند أول مرة في قوالب جاهزة أو إنه نستخدم قالب فارغ، بالإضافة حفظ هذا المستند، تخزينه، مكان تخزينه، الاسم اللي بياخده، نوع الملفات اللي بتعامل معها الوورد، كيفية تخزينها بأنواع مختلفة، حفظ الإعدادات والمتغيرات، كيف عملية التنقل بين المستندات، كيف نعمل على تحسين الأداء بالوورد، في الطريقة الجيدة في استخدامه، بالإضافة بعض الإعدادات الموجودة والهلب الموجودة في الوورد. كمان استخدم في الانترفيس استخدام الأدوات التكبير والتصغير، شريط الأدوات سواء كيف نعدل عليه أو نضيف عليه، إضافة كيف نعمل إضافة أداة جديدة أو حذف أداة جديدة عدم إظهارها، والتعامل مع شريط الأدوات اللي بسموه الكويك أكسس تول بار السريع، التعامل مع الأشرطة الأخرى الريبون إخفاءه وإظهاره، كل هذا الكلام بالتفصيل تكلمنا عنه. بعدين تطرقنا إلى إنشاء مستند لأول مرة، كيف نكتب النصوص، كيف عملية كتابة النص داخل المستند، تحديد اتجاه النص إذا كنت بتكتبه بلغة عربية أو لغة إنجليزية أو أي لغة أخرى من خلال بعض الأيقونات الموجودة عندي، التنقل داخل المستند مثلا في بداية المستند نهاية المستند المنتصرون في أكثر من طريقة، إما بالاختصارات أو بالهاي. هاي الأمور كلها ناقشناها، أو إدراج كمان رموز خاصة بالمستند اللي هي بتكون حتى مش موجودة في الكيبورد اللي هو موجود أمامك. أوكي. هذا اللي وصلنا إليه في المحاضرة السابقة. المحاضرة اليوم إن شاء الله بدنا نتكلم عن تحديد النصوص وتحريرها، كيف نختار نص محدد أو نقوم تحريره. تابعونا اليوم إن شاء الله في المحاضرة اللي هتكون إن شاء الله على الساعة 1. يعطيكم ألف عافية يا شباب.